البداية ستكون مع عرض صحفي لأبرز ما تم تناوله في وكالات الأنباء المختلفة وفي الصحف والمواقع الإخبارية حول مختلف القضايا. البداية ستكون مع تطورات الأوضاع في اليمن، كيف تابعتها الصحافة العربية والعالمية؟ نبدأها الآن. بدايتنا مع صحيفة الشرق الأوسط اللندنية، والتي وضعت صورة من وكالة الأنباء الفرنسية لرئيس الوزراء اليمني السيد معين عبد الملك لدى وصوله العاصمة المؤقتة في جنوب البلاد عدن. قالت الشرق الأوسط إن الحكومة تعود إلى عدن ضمن أولى خطوات تنفيذ اتفاق الرياض. أكدت الحكومة وجود ما أسمتها إرادة قوية لمواجهة التحديات، وشددت على توحيد الجهود ضد الخطر الحوثي. اتفاق الرياض الذي كان قد تم توقيعه في العاصمة السعودية الرياض بحضور ولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، بين الحكومة الانتقالية اليمنية بين الحكومة اليمنية وبين المجلس الانتقالي الجنوبي، كان ذلك بحضور الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي ورئيس المجلس الانتقالي الجنوبي عيدروس الزبيدي. كل هذا بطبيعة الحال يأتي كما تقول الشرق الأوسط كثمرة أولى من ثمار توقيع هذا الاتفاق. عادت الحكومة برئاسة السيد معين عبد الملك وعدد من الوزراء صبيحة الأمس إلى العاصمة المؤقتة عدن لمباشرة الشؤون اليومية. من الشرق الأوسط إلى صحيفة البيان الإماراتية، والتي قالت إن اليمن يمضي نحو استكمال المصالحة وإنهاء الانقلاب الحوثي، بالإشارة طبعا لعودة السيد معين عبد الملك رئيس الحكومة وعدد من وزرائه إلى العاصمة المؤقتة عدن. تقول صحيفة البيان إن هذه الخطوة وإن كانت ترمي إلى توحيد الجبهة الداخلية للحكومة الشرعية اليمنية وترميم بعض التصدعات التي أصابتها على خلفية القتال الذي دارت رحاه في العاصمة المؤقتة عدن وفي بعض المدن الجنوبية بين المجلس الانتقالي الجنوبي وعناصر الجيش اليمني، فإن هذا كما تقول صحيفة البيان يستهدف كذلك إتمام هذه المصالحة الداخلية وتوحيد الجهود وتركيزها صوب إنهاء التمرد الحوثي الذي وقع في عام 2014 ولا تزال تداعياته قائمة حتى هذه اللحظة في مناطق شمال اليمن. وكالة سبوتنيك الروسية وهي تضع صورة ما بعد اتفاق الرياض للرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي وولي العهد السعودي الأمير محمد بن سلمان ورئيس وولي عهد أبو ظبي الشيخ محمد بن زايد آل نهيان، وتقول نقلا عن رئيس الوزراء اليمني أنه يقول أن الجميع مسؤول عن إنجاح اتفاق الرياض. بعض أعضاء الحكومة اليمنية ربما لم يتحدثوا بكثير من التفاؤل حول إمكانية تتميم هذه العملية المرتبطة بترسيخ وجود الحكومة الشرعية اليمنية في المناطق التي تسيطر عليها، ولكن رئيس الوزراء اليمني الذي يظهر في هذه الصورة أيضا من خلف ولي العهد السعودي يقول إن الجميع سيكون مسؤولا عن إتمام وإنجاح هذا الاتفاق ما بعد وصول رئيس الوزراء معين عبد الملك العاصمة المؤقتة عدن. صحيفة اليوم السابع تتحدث عن شأن ميداني، نقلا عن المتحدث باسم قيادة التحالف العربي العقيد تركي المالكي، وتقول إن تحالف العربية في اليمن تحدثوا عن اختطاف قوات الحوثي لقاطرة بحرية، وهو الأمر الذي عد من قبل قيادة التحالف العربي سابقة إجرامية. موقع إرم نيوز أتى إلى تصريح رئيس المجلس الانتقالي الجنوبي السيد عيدروس الزبيدي، والذي كان بالمناسبة قد التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرة الأولى ما بعد هذا التمرد والمشكلة التي جرت في مناطق جنوبية بين عناصر المجلس الانتقالي الجنوبي وبين قوات الجيش اليمني. هناك التقى الرئيس اليمني عبد ربه منصور هادي للمرة الأولى منذ تلك المشكلة في العاصمة السعودية الرياض. تنقل إرم نيوز عن عيدروس الزبيدي قوله إن اتفاق الرياض يمثل لبنة أولى وأساسية لتحقيق السلام في اليمن، لعل هذه هي الرؤية الجامعة بين الأطراف اليمنية المختلفة التي وقعت هذا الاتفاق أو انخرطت فيه ورعت وساطته. يقول إن هذا الاتفاق قد يكون لبنة أساسية لتحقيق السلام، والحديث لم يتوقف على مدار الأشهر الماضية حول إمكانية تسوية الأزمة اليمنية بشكل سلمي وسياسي، والحديث ربما عن وساطات قد تتدخل لمحاولة إتمام مصالحة يمنية شاملة تقوم على سياسية وسلمية الحل كما تنادي دول عدة بطبيعة الحال بهذا الأمر. لكن الأمر كان يتعين أن يكون بداءة مرتبط بتوحيد الجبهة الداخلية اليمنية التي يأتي على أساسها تسوية
النزاع أو المشكلة التي جرت جنوبي البلاد. موقع مصراوي يقول إن دولة الإمارات العربية تسير قافلة مساعدات غذائية لأهالي بروم ميفع في اليمن. دولة الإمارات والمملكة العربية السعودية كذلك عبر مركز الملك سلمان للإغاثة الإنسانية، تماما كما تأتي الجهود العسكرية الرامية لمحاولة تخليص اليمن من تمرد قوات الحوثي، تستهدف كذلك إيصال المساعدات الإنسانية والإغاثية والدوائية إلى مناطق مختلفة من اليمن. والصورة لقافلة مساعدات مسيرة لأهالي بروم ميفع في اليمن رغبة في محاولة التهدئة وتخفيف العبء الواقع على المواطنين اليمنيين في ضوء أزمة إنسانية طاحنة تتحدث منظمات أممية عن بلوغها حدا لا يحتمل. صحيفة اليوم وهي تضع أيضا صورة لرئيس الحكومة معين عبد الملك عند وصوله العاصمة المؤقتة عدن، وتنقل تصريحه بقوله إن الوصول إلى عدن تحقق لهذه الحكومة وإن هناك إرادة قوية لتنفيذ اتفاق الرياض الذي لا يزال حتى هذه اللحظة يوضع موضع اختبار للتأكد من سلامة النوايا من قبل الأطراف الموقعة على هذا الاتفاق والتأكد من رسوخ أقدام الحكومة اليمنية ومكونات الشرعية في العاصمة المؤقتة عدن تتميما لاتفاق الرياض وانتظارا لخطوة تالية من قبل الحكومة. صحيفة الإمارات اليوم تقول إن مدنيين اثنين أصيبا في انفجار لغم زرعته الميليشيات في المخا، وتتحدث نقلا عن تقرير حقوقي بقوله إن 906 أشخاص قتلوا بسبب الألغام في اليمن، وهذه كانت أيضا من بين الإشكاليات التي أثيرت في اليمن في ضوء التحركات الميدانية التي جرت على مدار السنوات الأخيرة لتطهير مناطق يمنية من وجود قوات الحوثي. لعل الصورة كذلك تظهر هذا الكم الهائل من الألغام التي تم تفكيكها في عمليات سابقة لإدارات هندسية تابعة إما للجيش اليمني أو للتحالف العربي بعدما قامت قوات الحوثي بزرع تلك الألغام في مناطق وجودها. يقوم الجيش اليمني وتقوم قوات التحالف العربي في اليمن بتمشيط تلك المنطقة ونزع الألغام الموجودة فيها. وتنقل الإمارات اليوم عن تقرير حقوقي قوله إن أكثر من 900 شخص قتلوا فقط بسبب الألغام التي زرعت من قبل قوات الحوثي هناك. أخيرا فيما خص الشأن اليمني نتحول إلى وكالة الأنباء الفرنسية والتي تقول إن التحالف العربي اتهم قوات الحوثي باختطاف سفينة قاطرة في البحر الأحمر، والإعلان الذي أصدره التحالف العربي وتحدث فيه المتحدث باسم قيادة التحالف العقيد تركي المالكي بأن قوات الحوثي اختطفت سفينة قاطرة لحفار بحري تابع لشركة كورية جنوبية، لكن موقعا دوليا لتعقب السفن قال كذلك إفادة لكنها مرتبطة برفع تلك السفينة لعالم آخر. الحادث الذي وصفه تركي المالكي بأنه يعتبر سابقة خطيرة من قبل تلك القوات.